بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاصل. جميع ما تقدم وحاهر ملي دمانتي من المعربات وحياب الإعراب يحال ويهي قسمان لبقيب وي قسم قيب يعرب وحا لو إعرابا بالحركات حركوين أيا لو إعرابا، وقسم قيبنا يعرب وحا لو إعرابا بالحروف حروف أيا لو إعرابا. هل كني مصنف كوحو دون يا بابكي أن كسو بحني باب معرفة علامات الإعراب، وبابكي أن نحو ذا وأقول مهم سيهي بابكا سوربا إنه سكوبان أشيوه سمجبرا إنه أشيوه سلمر كان عدو قبان كرتو. بابكاسي لواء الرباط أيو كهد لي سيدان أجرومي كسو مرني لبضاء الرباط نوحي هايين علامات الإعراب والمعربات. علامات الإعراب والمعربات. علامات الإعراب ترى هر مركز اللي يسكون ضرر أفر يطوان بيها هاي أفر أصوله يطوان فروعة رفع على بين كده مخيا هاي أفر تاهلا أصله هي ضمة أصله هاي تسد حتى كلنا نائب بيها هاي ويا أفر هاي ستة وهل أصل أي تاي نصب على بين كده مخيا هاي شن فتحة أصله هاي أفر النائب بيها هاي شن إيو أفر مركز اللي يسكون ضرر سقال ويا سقال والله ما أصل أي تاي تضبنا عنا إبتاعي صحيح ويا هي خفض على بين كده مخيا هي سدح كسر أصل هاي لو ذا كلينا نائب بيا هايين سدح يسقال سكودر لبا يتمنو سدح عنا إبتاعي سدح هي أصل ثاني جدا سقال عنا إبتاعي وي صباح جزم على بين كده مخيا هي لبا يتمن كودر لبا داسي سكون أي أصل ككلنا نائب وي والله وأفر يطبن وأفر أي أصل تهي طبنا أي نائب تهي أنت أصلا صومرني وعلامة الإعراب. علامة الإعراب ما لها أي جل يانو معربات كأثر أهان وسديد واللح أسماء يلا بأفعاله لح أسماء يلا بأفعاله لح ذا أسماء ذا وجمع واسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم أسماء الخمسة مثنى لحدا سوى أسماء لبنا وأفعال وفعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يفعل الخمسة سديدة سامع رباطة مركب وحدونا يا سديدة معرباتك ورت علامة الإعراب كي أفر يطبنك أبو حنو جدا ها علامة الإعراب كي أفر يطبنك ها علامة الإعراب سو أفر يطبن ما هين أفر يطبنك على بقى يبن بيها هين قار حركة يا هين قار حروفة يا هين صحيح. محل دي جري ضمة يا فتحة يا كسرة يا سكون وحركه صحيح. قل يهن كلنا وحين غنيان حروف واو يا ألف يا ياء يا نون يا وحاس حذف نون يا وحاس وحروف بركة أفر يا طبعا كان علامة الإعراب كا قار وحروف قار نوا حركه بس لا بس يقيم سمان لبداسي أي وقيب سميان وحيس ويدينا علامة الإعراب كان أنت حروفتها معرباتك ما يخيك قلان أنت حركاتك ما يخيك قلان أنت سربين وشيقو أما معرباتك سيدادها ما يخا حروف لغو إعرابها ما يخا سي حركة لغو إعرابها وسلفها من الناس وما يجربين واخوصوا من رأيه معرباتك سيدادها أفر كم ده حركة لغو إعرابها أفر كم ذنا حروف لغو إعرابة هالضباء أفر تحركة لغو إعرابة يو حركة وأصل أما ونائب لبض وين نقطة حركة أصل بين نقطة يو هي باب رفع هدي لجوا ضمة وأصل وحي ضمة لغو رفعية وأصل باب النصب هدي لجوا أنا وحي فتح لغو نصبية وأصل باب الخفض هدي لجوا أنا وحي كسر لغو خفض يو وأصل باب الجزم هدي لجوا أنا سكون وحي لغو جزمية وأصل صحيح سماه حركة اللفت إذا مرر أي نائب نغني باب النسبة هذه اللي جوا كسرة قارب لون نسبنا يمجري جمع وانصال من كسرة لون نسبنا يي كسرة أصل ما هي حركة واي لكن أصل ما هو النائب ما لا ينصرف ما لا ينصرف باب الخفض منك وجوه محل وخفضنا يي فتحه ونائب لكن هو حركة إذا حركة أي نائب تهي
qoladan xuruufta lagu iiraabayo dhamaan waa wada naayib xaraf asal ma aha ma jiro xaraf asal ma jiro xaraf oo dhan naayib weeyaano xaraku naayib ka yahay waa isla fahmiina ma leeyntaa miyaa adag tahay haye جميع ما شيء دمانتي تقدم صهر مري من المعربات معربات كحال وكمد هي قسمان اللي بقى بوي قسم غيب يعرب وحلو عرابة بالحركات حركويا يا لو عرابة وقسم قيمنا يعرب وحلو عرابة بالحروف حروف يا لو عرابة وقسم قيمنا يعرب بالحروف حروف يا لو عرابة فالذي قيبك يعرب لو عرابة بالحركات حركويا لو عرابة يا أربعة أنواع أفر نوعية الاسم اسمي المفرد مفرد كأها ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة وجمع التكسير هي جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده مفرد كيسا لستيسا وحي واسم الدلالي لهذا جمع التكسير وجمع المؤنث هو إن جمعي السالمي أين نبض قلي ما جمع بآلف وتاين مزيدتين والفعل المضارع وفعل مضارع الذي فعله مضارع ولم يتصل أسلح لسنين بآخره ما شاء الضم الشيء وحبه أسلح لسنين ما شيء أسلح لسنين وحبه ما يجيب بناءه ما يجيب بناءه أو ينقل إعرابه عن الحركة إلى الحروف وكلها أفرت الرمان ترفع وحاله رفعني بالضمة الضمة رفعني وتنصب وحاله نصبني بالفتحة فتحة نصبني فتحة لو نسبين ملكو يرادو دي فتحة لو موضا نسبين ايو وايو جمع مؤنث سالم وباو نسبين جوغو كسرة لو ديبا مهاني وتخفضو واحا لو خفضيني بالكسرة كسرة لو خفضيني ما لا ينصرف هكا بحيا ما لا ينصرف كسرة لو ما خفضيني فتحة لو خفضيني وتجزب واحا لو جزبيني بالسكون سكون ايا لو جزبيني معتلو آخر كا بحيا معتلو آخر واحا لو جزبيني حذف حرف العلة انتا سورة باينو كوشيو وخرج وحكى بحي عن ذلك انت ان كو شيغ ثلاثه اشياء سدح شيء يا بحي الاسم الذي اسمه لا ينصرف انصرف بين المفرد المفرد كان هيا او غير مفرد او جمع تكسير هيا فانه اسمك ما لا ينصرف كا يخفض ولا خفضني بالفتحه فتحه لو خفضني ما لم يضف انت ان لا اضافين او تدخل اي انجلين عليه كركي ال اي انجلين سومر سومهم وجمع المؤنث سالم ينوب بحي فإنه جمع المؤنث سالم ينصب وحاله نصبني بالكسرة كسرة النصبية والفعل المضارع ينوب بحي المعتل الأخير دبيا قد كجرم فإنه فعل غام مضارع يجزم وحاله جزمية بحذف آخره دبيا قد حذف كذا الجزمية وتقدمت وين صهر مرتي أمثلة ذلك وحيابها مثال ذو ديو صهر مرتي ورنتيس وحو قرآن هيري كالنا قرآن يكبي ثالية وحي كالنا مثال من جيبه أيوك كالي والذي قيبك يعرب اللغو إعرابي بالحركات حركوي اللغو إعرابي أربعة أنواع أفر نوعي قول هذا حركة اللغو إعرابي وأفر نوع المثنى يو ما وحي حمل اللغو حنباري عليه مثنى يو جمع المذكر السالم يو ما كي حمل اللغو حنباري عليه جمع المذكر السالم يو الأسماء وأسماء الستة اللحظة هيد يو الأمثلة مثال الذي الخمسة شنتها أفعال الخمس وجيدة أفرتاسي حروف أيها لغو إعرابة سيدا حروف لغو إعرابة يا أنكو شاوه فأما المثنى مثنه فيرفع وحالو رفعني بالألف ألف أيها لغو رفعني وينصب وحالو نصبني ويجر لغو نجري بالياء أيها لغو نصبني لغو نجري يأذي المفتوح لكر لغم ما حرفك قبلها كهر يا لكر لغم المكسور له صدق ما حرفك بعدها كدنبي زيدين مركان يراهدو يا الداله كور يا ولا فتحيه نون وي كدنبي سوا له صدق سو سدا ما والحق به مثنى وحا له هليشي مثنها ملحق انو ييشو وحا كينيا اسمغا مركا لا مثنين ربو شروط بوليه شروط تدوشرت اما سديد هدي لا لا دولو لا دغي كرو ايو ليه شروط هدا وتان دين قري سفي عن أفير سدى قرالك انتي جوكت انتي مغنيدنا كقرية وايا ياي فيريني ايه هاد قرانا ينسيلي ييلا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره أبيادة سألو جبعية شرط المثنى مثنها شرطي أن يكون وإن يهي معربا معرب وإن يهي مبني لما تثنيين كرو اسم مبني
أنت أو كلمة تثنيين كرتي هذا اسم الإشارة ما تثنيين كرتي يعني اسمي من واسمي مبني أما تثنيين كرتي اسمي وينه معربي هي أن يكون معربا شرط واي شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا مفرد وينه ليه مفرد لقصه التثنيية وينه ليه أسباب واحد جرى سيدا مثنها الله أركي ولغ أيوه مفردين على الله أرك كوا مثنى معها كلا إيه كلتابة كمدة كلا لبا يتصي ولغ إيدو كلا حال روح تصي مفردة ولغ لما أرك مثنى معها مرك صحيح شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا مفرد وينه يهي شرط سيدا عاد منكرا نكرا وينه يهي اسم معرفة مثنى من نقنكر او علم قال سولبا تثنيين كرو ها لكن مركا تثنيين وان ان كريسا سو علم ما تثنيين كرتي علم روحن ومغا او يها روح كلكو بدري كرتي وان ان كره كدغتا مركا هوري مركو نكرن نوقدو كديبا تثنيين صحيح ومفرد منكرن يا شرط افراد ما ركبا مركب وانو صحيح لبا اسمي تركيب حجرية وسوى ذا مصرف كوكين دوما الله ينصرف كي واحد كوكينية لبا اسمي أنت اللي اسمه صار هل اسم اللي قد جاجرة سيدا بعلا بك يا حضر موتي معدي كريم يو شاب قرناها يا بريق النحر هو يو وحساس اللي يرى هذا جرة وحيا بهاسي ملا تثنيين كرو شيء مركب كا تثنية ما أقبل يو وينو مركب وينو صنعين ما ركبا شرط يا لحات أما شرط مياه موافقا في اللفظ والمعنى لبدا الاسكو تثنيين يوم موافقا في اللفظ وشرط اسكو اللفظ وين يجي محمد يا محمد وين يجي محمد يا عمر اسكو تثنيين كرتي وين اسكو حروف يجين لبدا اسمي صحمتاي وين اللفظ اسكو وافقا والمعنى معناه انا اسكو وافق وين اسكو وافقا اسكو معنى وين يجي زيد يا زيد مركي ودا النقدان هذا بين آدم وإني وذا النقدان، أما حيوان وإني وذا النقدان، فرس هاد زيد وبحسن إن زيد اللي يره ذا، فرس كي ينكي يسوس على يمين، جاء زيداني ما ديه كردي، وايو إسكو معنا ماها صحيح سماها إسكو معنا وإني النقدان، أو إسكو جنسي وإني يهين، موافقا في اللفظ ولا معنا، له مماثل، واحد قط ثنيان كرو وإنه ليه، وحبا واحد جرى أدوية ذا هل كليك جوه. حادث تثنية ما قبله قرحة ذوكله يا قرحة ما أكو تثنية ضيع ما أكو تثنيةيني قرحة قلبه مجرته شمس آهن ما يجوز صحيح له مماثل لم يغني عنه غيره لم يغني وإنه سنكا كافرين عنه مثنها تثنية ديسة غيره تثنية لا وحنهين وحجر أسماء إن تثنية يسأل ربها نينبا ما شاء تثنيين لهذا لفظ كلام استعمالي مثال سدحنا انت كتمت سدح كلنا انت كتمت جاء ثلاثان من يضيغي ستة تراكو غفلا أسباب العدد إلا ما تثنيه وايو لفظ اللغة بارمي كراجرة صحيح بعض لما تثنيه بعضان اللي بيير هذو وايو جزء راك غفلا صحيح ايه واح كاكا في كرا وينو سنجني سدد شرط مقرأ لكن تضبع اللي وعلين كرا سدد اللي وعلين يوحا وي شرط المثنى أن يكون معربا مبني لما تثنيه ومفردا مفرد لقسه تثنيه وإنه ليه هايو تثنيه وإن الله أرك شرط الله بعده يا منكرا وإن هذا نكرا يسابرك على تثنيه هدو سهورين نكرا وواهين ما ركبا وإن الاستركيبين والله اسميه استركيب سلامة تثنيه ينكرو تركيب وانبران دورنا إن شاء الله تعالى موافقا في اللفظ لبدا تثنيه يو اسكو اللفظ وإن يهين محمد يا محمد زيد يا زيد وين وياي شرطي يا شراد وي يا وانا بصور ذا ليش تيدنك موافقا في اللفظ والمعنى معناه انا وين اسكو وافقانه وين اسكو جنسيه صحيح صمها وياي ولا في اللفظ والمعنى له مماثل وحلا مد وين وجرا له مماثل ولا ما ارمي كرا شرطي وحلا لو ما ارميا موافقا في اللفظ والمعنى المماثل هدوسن لهين وح لفظي إيه معناه كوافق ما له هلا برك الشرط جاه راكو فلا صحيح ولم يغن عنه غيره وإنه تثنية ذا وح كافية وإنه سنجرينه ترضوا كلا وإنه صناعين شروط أسويه اللي جوايو لما تثنيين كرو
قار شروطا قار كمده لجوا ياجرا قار كمده لجوا أي إسلام مركا أيوة سيدا مثنى هن وقرن الله أركي قل هذا سامو الحق لي هذا قل هذا سي يا ملحق بالمثنى مثنى له لي شيء قل هذا سي وحكمده كلا يكلتا كلا يكلتا سيدا مثنى وقرنهن لكن مفرد ماله لقسوة تثنيه وحالا ماذا إثنان إيا إثنتان أيقونا مفرد ماله سيدا نبالله أركي صحيح سماهن بركة ملحق بالمثنى بين غنيان وحالا ماذا مصمى به هذا روح زيدان أبحسه هل قفت زيدان أبحسي ها سيدا مثنى هذا العرابي لكن مثنى ماها سببته مفرد لقسوة تثنيه لفظك لهين مجرو صحيح سماهن انت اصلا نظم اللغه الجمعيه والحق المثنى خمسه كلا كلتا وما سمي وثنى وثنتا لكنهم في الاولين اشترطوا اضافه الى الضمير فاعلموا وما سوى هذين جاء مطلقا عن التقييد بالذي قد علق شرط المثنى مثنى شرطه واكرم والحق وحي هليشيين المثنى مثنى وحي هليشيين خمسه شنه هليشيين كلا يا كلتا يا وما كي سمي ما على قدكتي وزيدان يا نو بحسي يا وثنا يا وثنتا شنتا سله لي شي هذا ما شنتا ني لبا قيب قيب سميا كلا يا كلتا مركا مثنى اي ملحق ان نكونيا شرط بي ليه سدحنا كلا مثنى مركا اي ملحق ان نكونيا شرط ملي كلا يا كلتا وحا شرط يا ضمير ان لو اضافيه يعني إلا إضافة شرط معها وايو إضافة وين لازمان كلا يكلتا إضافة ما بلقى قوين كرو لازم ولا إضافينا لكن مرة اسم ظاهر لو إضافية مرة ضمير لو إضافية هذا بقى اسم ظاهر هدي لو إضافية ملحق من نقنيان واحد ملحق بالمثنى نقنيان وسيدا مثنى لو إعرابية مركب ضمير لو إضافية وألحق المثنى خمسة كلا كلتا وما سمية وثنى وثنتا لكنهم نحويينته اشترطوا وحي اشرطيين في الاولين اللي بدا هوري لكنهم نحويين في الاولين اللي بدا هوري اشترطوا وحي اشرطيين اضافه واضافين الى الضمير الضمير له اضافيه فعلموا وقاده لمن يهوني صحيح سماها وما سوى هذين اللي بدا وحا كسو هاري كلا يكلتا وحي انهن سدخده كلي جاء ويمد مطلقا حال لغا سيداي عن التقييد شرطي الذي شرطي قد علق قد علق لبدا هوري لو خيري صحيح سماها وكوكا ووحيق وحا لها ليشية به مثنى وحا لها ليشية اثنان واثنتان وثنتان مطلقا اثنان اثنان اثنتان اثنتان يي بعض عربت كم يدي همزة انت يكيقوا يانا ثنتان يرهدان لمن تميمين لي رهدان سلا استعماله مركا ثنتان يي اثنتان واسكم ميد لبا قبل رودهم هاي اثنان لبنن اثنتان لبا قبل رود اما ثنتان لبا قبل رود مطلقا شرط لآن اهليشيين مطلقا ساسو جيدا وكلاء وكلتان ويهليشيين بشرط إضافتهما إن لو إضافيه شرط إذا كهليشيين إلى الضمير الضمير لو إضافيه نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما جاءني جاء فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب ونون نون الوقاية نون الوقاية ما مررت ما يرضي ني وسكاد مرك جاء ني مفعول به مبني على السكون في محل النصب كلاهما كلا فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه الألف النيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وكلتاهما الواو حرف عطف كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الألف النيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى هما ذنا ومضاف إليه مر والباء مبني على السكون في محل جرنة وايه ورأيت كليهما وكلتيهما رأيت فعل وفاعل كلي مفعول به منصوب علامة النسب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى كلي مضافهما مضاف إليهما من على سكون في محل جر وكلتيهما الواو حرف عطف كلتي معطوف على كلي والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى هما مضاف إليه ومررت بكليهما وكلتيهما مررت فعل وفاعل بكلي الباء حرف جر كلي مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى كلي مضافهما مضاف إليه من على سكون في محل جر
وكلتيهما الواو حرف عطف كلتي معطوف على كلي والمعطوف على مجرور المجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث ملحق بالمثنى سمعان هما مضاف إليه فإن أضيف وحن نرى وإن اسم الظاهر وإن ضمير الله إضافة سمعان عندهن كلي كلي كلتا هذه ضمير عن الله إضافين اسم ظاهر الله إضافة يكور حركة الإعراب لك حركة مقدرة ينخوني قال أصو وضم مصنف كأو حركة الجو قدر يو وحكم إذا اسم مجيء لي هذا اسم مقصور اسم ألف تكجرن قال ذا صي كمد نقريان حركة مقدرة لو إعرابي هذه اسم ظاهر لو إضافيه وكا فإن أضيف هذه لو إضافيه إلى الظاهر الظاهر هذه لو إضافيه كارا وحهانيان بالألف ألف كبا كلها هن في الأحوال الثلاثة سد حال حاله حالة الرفع حالة النصب حالة الجر سد حدا بألف أضم بيني وكان إعرابهما إعرابك وذا نوح النغوني كالمقصور سيدا اسمك مقصور وكالي بحركات حركوين أيو النغوني حركوين كأو مقدرة اللغو قدري في تلك الألف ألف تاس لفت هذا اللغو قدري وكان وحو النغوني إعرابهما إعرابك وذا كالمقصور مقصور بحال أي لمديهين بحركات حركوين حركوين كأو مقدرة اللغو قدري في تلك الألف ألف تاس اللغو قدري نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين جاء فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب ني مفعول به مبني على السكون في محل نصب كلا فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره أضلاعه ما هذا اسم ظاهر إلا إذا فيه كلا فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف أو على آخره منع من ظهورها التعذر لأن الألف المسألة لا تقبل الحركة وايهي كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وكلتا المرأتين الواو حرف عطف كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن الألف المسألة لا تقبل الحركة كلتا مضاف المرأتين مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين رأيت فعل وفاعل كلا مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن الألف المنسى لا تقبل الحركة كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور بالمضاف يا إذا يا علامة الجركية ولا يغانا وكلا نوكو عطفن تهيلة ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين مررت فعل وفاعل بكلا الباء حرف جر كلا مجرور بالباء علامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن الألف المنسى لا تقبل الحركة كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جر الياء نيابة نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وكلتا المرأتين الواو حرف عطف كلتا معطوف على كلا والمعطوف على المرفوع مرفوع على والمعطوف على المجرور مجرور علامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر لأن الألف المنسى لا تقبل الحركة كلتا مضاف المرأتين مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اليوم يا لأنه مثنى يا وكا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه